صباح الخير عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. نهار جديد وفلوق جديد عاوتاني كنعاودنا في الهضره. اليوم الوجهه ان شاء الله الى فومزقيد. هذه واحد المنطقه تابعه لطاطا، ولكن بعيد على طاطا تقريبا بشي 120. المهم حتى نشوف البلاكه منين نكون غدا ونعاود نقول لكم شحال تقريبا بعيده علينا. المهم شي 120 كيلومتر. هي منطقه عاديه جدا كيغلب عليها الطابع الصحراوي. المهم انا ماشي من دوك الناس اللي تيعرفوا يعبروا بزاف ويهضروا بزاف على البلاصه، ولكن غادي نشارك معكم كل شيء. اول مره كنمشي لها بعدا، مع العلم انني راه كنت هنايا تقريبا 4 سنين كنت عايشه هنايا، ما عمري مشيت ليها. ايوا دابا عاد كتاب نمشي ليها هاد المره. مهم خليكم معايا فين ما مشيت غنصور لكم ان شاء الله، وتشوفوا معايا ان شاء الله كل شيء. بالنسبه للطريق كيف كتشوفوا هي الطريق مقاده مزيانه، يعني والله يلا قادوها مؤخرا، ما عرفتش شحال هذا، ولكن المهم يلا قادوها مؤخرا، ما فيها لا حفاري لا والو. شانطي مسرح ديريكت حتى لفومزقيد. غادي نخليكم مع الصور ديال الطريق اللي صورت لكم، ومن بعد نكملوا. بالنسبه لهاد المنطقه هي تابعه لطاطا، يعني في كل شيء اداريا وكل شيء تابع لطاطا. هي بعيده عليها كيف قلت لكم بشي تقريبا 100 138 اللي عطاني جوجل ماب، يعني باش بعيده. المهم تقريبا بالنسبه للجو ديالها ولا الكليما ديالها فهي كيغلب عليها الطابع الصحراوي. جو بالنسبه للبرد برد برد نيت، بالنسبه للصيف حار، قدر توصل درجه الحراره حتى 50 درجه، بحالها بحال طاطا تقريبا، يعني نفس الكليما عندهم. كيف قلت كيغلب على الطابع الصحراوي كجو كمنطقه، ولكن بالنسبه للسكان ديالها فهم معظمهم امازيغيين، يعني تيهضروا بشلحه بحالها بحال بزاف ديال المناطق الصحراويه اللي تابعين للمناطق الصحراويه. الناس اللي كيزوروا بزاف هاد المناطق واللي كيجيو لهم بزاف هما الاجانب، يعني الطريق كلها تقريبا كنتلاقاو غير مع اللي كارافان ديال الاجانب اللي كيجيو كيجلسوا هنايا، كيستمتعوا بالجو، كيستمتعوا بالجبال. الناس اللي كيديروا لانهم الهوايه ديال انهم تيطلعوا للجبال. بين طاطا وفومزقيد كاينه واحد المنطقه سميتها تيسنت، هي اللي دزنا عليها دابا. غادي نصورها لكم في الاخر او غادي تشوفوها في الاخر ديال الفيديو. فيها واحد الشلال راه معروف كيجيب ليه بزاف الناس وكيستافدوا منه الناس ديال هاد المنطقه في وقت الصهد. مرحبتي بكم في بلادي، بلاد اجدادي واولادي، مرحبتي بكم عندنا هون في الصحراء يوقي راهي زينة، وتعلمتي وتحت القلح نجيبو السيق ونلعبو طرح، ونجمعو جماعة تحت الخيام ونقعدو نردو القيفان، وتعالوا نركبو فوق البل لا طريق الزينة راهي كل، ونتمو نشربو طريق الزين ولا دم ولا حامدين حق الله سمعوا لي. مرحبتي بيكم في بلادي، بلاد اجدادي واولادي، مرحبتي بيكم عندنا هون في الصحراء يوقي راهي زينة، وتعلمتي وتحت القلح نجيبو السيق ونلعبو طرح، ونجمعو جماعة تحت الخيام ونقعدو نردو القيفان، تعالوا نركبو فوق البل لا طريق الزينة راهي كل، ونتمو نشربو طريق الزين ولا دم ولا حامدين حق الله سمعوا لي.
مرحبتي بيكم في بلادي بلاد اجدادي واولادي، مرحبتي بيكم عندنا هون في الصحراء يوقي راهي زينة، وتعالوا انتي وتحت الطلح نجيبوا السيق ونلعبوا طرح، ونجمع جماعة تحت الخيام ونقعدوا نردوا القيفان، وتعالوا نركبوا فوق البل على طريق الزينة راهي كل، وانتموا شربوا السيق الزين ولا دم ولا حامدين حق الله سمعوا لي. هنايا كي شفتو الدخلة ديال فومز جيت، يعني عند هاد القوس الدخلة هكذا دايرة، كيف كتشوفو هي بلاصة عادية جدا، منطقة عادية، ماشي زعما شي حاجة اللي هي كيما بحال المدن الكبار ولا هذا، ولكن فعلا بلاصة زوينة بزاف. انا هي غنصور لكم واحد المسجد اللي كيتعتبر احسن مسجد في المنطقه ديال طاطا كلها، بناوه اماراتيين، ماشي زعما اصحاب المنطقه اللي بناوه، اماراتيين اللي بناوه، حيت علاش هاد المناطق كلها بزاف كاينين فيها الاماراتيين كيجيو على حساب الناس اللي عندهم الهوايه ديال الصيد القنص، يعني عرفتوا هاد المنطقة معروفة الجبال فيها بزاف الناس اللي كيصيدوا، وكيجيو ليها بزاف الخليجيين يعني بخصوص الاماراتيين، حتى بالنسبة للمطار اللي كاين في جهة اقارة حتى هو هما اللي داروه، واخا باقي ما تفتحش، باقي ما دارش زعما مطار دولي، ولكن بناوه مطار زوين بزاف، غير باقي ما تفتحش زعما للعموم. ها هو المسجد اللي صورت لكم، هو زوين، كيف كتشوفوا الشجر اللي كاينين هنايا هو النخل بوحدو، يعني المنطقة كلها فيها غير النخل، وفيها الواحات كتيرة ديال النخل. باقي غادي نمشي لشي واحة ان شاء الله ونصورها لكم، يعني هادشي باش معروفة هاد البلاصة غير بالنخل والتمر. وهنايا شدينا الطريق، خرجنا على فومز جيد بشي 5 كيلومتر تقريبا، باش مشينا لواحد الاوتيل كاين تما سميتو باب الرمال، راه غادي تشوفوا معايا مازال هو جاي تما فين تغدينا. الطريق ديالو كلها غير نخل وواحات وجبال، هادشي اللي كاين، يعني الطريق كامل داكشي اللي غتلقاوه. ها انتما كيف كتشوفوا، المهم غادي تعذروني راني كتجلى لي الهضره باش انني ندير المونتاج ونهضر، كنفضل نكون كنصور وكنهضر، ولكن مع الصداع ديال الطريق ومع الهضره ومع شحال من حاجه ما كنقدرش هذه البلاكه ديال الاتجاهات اللي كاينين هنايا. وصلنا للفندق اللي قلت لكم سميتو باب الرمال، ما عرفتش قلتها قبل ولا لا، المهم احنا وصلنا ني جا وسط الجبال، دايرين بيه الجبال من كل جهه، هو عادي جدا، حتى هو دايرين فيه داكشي ديال الاختزانة، بالنسبه للارض مفرشين هاد الزرابي ديال الاختزانة، وحتى الديكورات البني حتى هو بحال دايرينو بحال مبني زعما بالتراب كما كنقولوا، بناء قديم. كي كتشوفوا الديكورات كلهم ديال الاختزانة، حاطين ديكورات زوينين في الحقيقه، حاطين هادشي ديال الطين، حاطين العرعار، البيبان ديال العرعار مديكورين بهم، دايرين نحاس، ديكورات ديال النحاس غادي تشوفوهم من بعد. المهم شي حاجه اللي هي بلديه وطبيعيه وقديمه يعني كتناسب المنطقه، كتناسب هاد الجهه. ما عرفش واش قلت لكم في قبل بلي هاد المنطقه تقريبا راه واحد الجهه ديالها الحدود مع الجزائر، يعني من ورا هاد الجبال الى جاب الله طلع شي حد لهاد القمه ديال هاد الجبال راه غادي يشوف الحدود ديال الجزائر اللي جات جهتنا،
والاتجاهات الاخرين راه كيف كي شفتوا زاكورا وردازات كاع دوك الجوايع الاخرين ديال الصحراء. ايوا ونخليكم مع الباقي ديال هذا الشيء اللي صورت لكم، هانتوما كي كتشوفوا داكشي بلدي طبيعي جدا. هنايا دايرين واحد الخيمة في هاد لوطيل اللي بغا يجلس فيها. المهم الناس كيجيو هنايا اللي كيبغيو يتغداو فيها ولا يجلسوا فيها. دايرين على شكل خيمة، هي مبنية بالتراب، تا هي بالحجار والتراب كيف كتشوفوا، يعني بني قديم. ودايرين دوك بحال الريدويات، ولكن هما بداك الهردال او الحنبل كي كنقولوا احنا عندنا في المنطقة ديالنا. المهم داكشي كله قديم بزاف باش مصايبينها. والداخل ديالها دايرين فيها كليسه بحال هكا كي كتشوفوا. المهم داكشي داخل فيه الطابع الامازيغي مع الصحراوي، مع مخلطين فيه هذا، مخلطين فيه زعما التقاليد كيف كنقولوا. ايوا هي دي هي الكليسه، فيها زوينه في الحقيقه، واخا حنا ما جلسناش فيها، جلسنا على برا، ولكن زوينه. يعني لا بحال شكل زعما شي صالون كبير، وفيه الطبيعات اللي بغا يجلس يتغدى فيه ولا يتعشى فيه، المهم على حسب. المهم كي كنشوفوا الديكورات كلهم بلديين. هنا الرابوس، اكبر رابوس في العالم اللي شفت. هذا شنو العافيه غيشعل على هذا، غيشعل شي عافيه نيت كبيره. ايوا يا دي، المهم انتما كتشوفوا، حاولت نصور لكم كل شيء الركاني. ايوا كاين بيسين كبير، كاين واحة كبيرة فيها شجيرات بحال كيف كتشوفوا. فيها شفتوا هذا اللي قلت لكم، بحال والله ما عرفتش شنو كيسميوه في هذه المنطقة، المهم حنا كنقولي الحنبل، ما عرفتش كل واحد كيفاش كيسمي، كل كيسمي الهردال. حتى في الارض نفس الشيء، هذوك الزرابي، مهم بالهضره العاديه هما زرابي، ولكن كل منطقه كيفاش كيسميوهم. انتما كتشوفوا كلشي داكشي تقليدي جدا. ما كاينش شجر ديال الزيتون، كاين المهم كاين كاع الشجر هنايا، كاين الخروب، كاين النخل. واحد البلاصه اللي الحقيقه غير الاجانب هما اللي عارفينها، الاجانب هما اللي زعما دايرين اللي كيستافدوا من هاد البلايص وكيجوا ليهم. ما حنايا المغاربه ما كنستافدوش في حقها من هاد البلايص، الا ما جاتنا ليهم الضروره وفرضتهم علينا الوقت، راه ما كنفكرش اننا نجي ليهم. اي كاينين بعض الناس اللي تعجبهم هادشي ديال السياحه الداخليه، كيعجبهم هاد المناطق كيجوا ليهم، ولكن نسبه قليله ماشي بزاف الناس اللي عندهم هاد الهوايه ديال انهم يزوروا هاد الاماكن بحال هكا. في الحقيقة بلاصة زوينة بزاف، الجو بارد. كاينين هنايا كاينين السياح بزاف، يعني الأجانب هما اللي كاينين، اللي كيجيو بالكرفان ديالهم، تلاقيناهم على برا. أما لقينا حتى شي حد مغربي هنا، كاينين غير الأجانب. شتو الديكورات اللي عندهم هنايا زوينين بزاف، كاين الجبل فوق، يعني جاو على الجبل ديريكت. بارك الله على كرم الضيافة، قلت لك بارك الله على كرم.
كاين هنايا شجرة ديال القطن، سبحان الله العظيم أول مرة كنشوف شجرة ديال القطن. شفتو؟ إوا سبحان الله، كاينة فيه سميتها ديالو الزريعة ديالو زعما اللي بغا يغرسها ولا شي حاجة. شتاهو حقا أول مرة كنشوف القطن هنايا. هنايا كاينين دي بونغالو بالنسبه لي تابعين على حساب لوطيل، وكيف قلت لكم اكثريه غير الاجانب اللي كاينين. كاينين جليسات جليسات تما، تاني كاينين دي بونغالو تما، ممكن كل شيء في هنايا كاينين لي بونغالو. وهاني نشارك معكم الغديوه ديالنا، هذه سلاد ماروكين فيها مطيشه خيار بصله. وين هذا الطاجين ديال الدجاج بلدي، تبارك الله الريحه ديالو عاطيه، كيبان فيه الليل بزاف واخا مازال ما طقتوش. ها هو بالحامض والزيتون، ما شهيتكمش وبصحة غداكم إلا كنتو كتغداو. وهدا الطاجين ديال اللحم بكري، المهم تحطو في نفس الوقت اللي بغا شي حاجة ياكلها. هدا الطاجين بحال جاني بحال طنجية في حقيقة، الريحة ديالو التأسيلة اللي فيه بحال طنجية. إيوا بصحتكم وبصحتنا حتى حنايا. وهدا الديسير فيه الليمون تفاح و تمر ديال المنطقه بطبيعه الحال، راه كلشي عارف طاطا وفوم زكيد وهاد النواحي كلها معروفين بالتمر. هذا سميتو بوفقوس، يعني عشان نعاود لكم واحد التمر ما كرهت واحد سلاتكم قدامي. ماشي غير هادو بحق، ماشي الوقت ديالو دابا هاد النوع ديال التمر، ما كتكونش الوقت ديالو حتى لشهر 9 وشهر 10. صافي هنا تغدينا راجعين في حالنا، اللهم ديما نعمة وحفظها من الزوال. انا يا خارجين من الباب ديال لوطيل، كيف كتشوفوا راه غير الجبال اللي كاينين حداه، ما كاين حتى شي حاجه زعما، حتى السكان ما كاينينش، ما كاين والو، جا وسط جبال. هواك الباب السميه ديالو باب الرمال. المهم بلاصه زوينه بزاف، كالم، يعني الناس اللي كيبغيو الهدوء يبغيو الكالم، ف هنا كان زوين بزاف. وهذه هي البلديه ديال فوم زكيد، كي كتشوفوا راه صغيره ما كبيرهش بزاف. المهم انا نعاود نصور لكم تاني الطريق، ونعاود نصور لكم تيسنت غادي تشوفوها من بعد. بعيدة تيسنت على فوم زكيد بشي تقريبا 70 كيلومتر، هي جات في الوسط بين تيسنت وبين فوم زكيد وطاطا كيف قلت لكم قبل. هذا واحد الواد في الخرجة ديال فوم زكيد، سبحان الله العظيم كيجري بالماء، ما على علم انه ما كانت لا شتاء لا والو في هاد الايام هادي، لا في هاد الشهر ولا الشهر اللي فات. وسبحان الله كي كتشوفوا الواد كيجري بالماء، عرفتي راه تبارك الله واد كبير بزاف، يعني ما وقفناش، مشكله ما كاين حتى فين توقف، يعني ما كاينش بلاصه فين توقف بالطوموبيل لحقاش الشانطي حداه صغير، ما كاينش زلامي. صحرا ما تمرك تخمامي، صحرا ما تمرك تخمامي، صحرا زين الفخلاقي مالك بيها دفيني، من وادك راني ساقي عايش هاني خليني، صحرا زين الفخلاقي مالك بيها دفيني، من وادك راني ساقي عايش هاني خليني، صحرا فخلاقي الصحرا، فخلاقي الصحرا، فخلاقي الصحرا، بابيك كازي تشوف صحرا من اول اقليم، ناس وموسيقى وتراث القديم، سمعت بل والفتشار كل ليله ونهار، الراب والكاف والصغار والكبار.
الكبار. شوف الصحراء والغيام فيها تحلى الايام شهور وعوام فيها زدنا القدام شوف لاليات لابسين ملاح في النيله رجاله في الدرارع مجمع في القبيله مازين شوفت البلج تلزف الاغراض مازين شوفت الخدير يجري في الواد مازين شوفت الخيام صيبها مكاد يوقي بالصحراء نبغيها انا الزاد وخيرت بناس كاع ما ناسيهم صغار ولا كبار سلامي ديما ليهم يد في يد نيبونا هلاو نهزو بالصحراء فقزلاني صحراء ما تمرك تخمامي صحراء ما تمرك تخمامي صحراء زينة فخلاقير مالك بيه دفيني من وادك راني ساقي عايش هاني خليني صحراء زينة فخلاقير مالك بيه دفيني من منظر طبيعي ما شاء الله ما شاء الله غزال بزاف بزاف يستخدم الناس بزاف ديال هاد المنطقة بحكم عندهم البحار لا والو عطاو هاد العين كيتبردو فيها كيجيعمو فيها الدراري ديال المنطقة كيستخدم منها حتى السكان كيجيو يعني كيجلسو تما حدا هذا. وهنا يا سالات الرحلة ديالنا وسال الفيديو ديالنا حتى الفيديو الجاي ان شاء الله وبالمعاودة وبزيارة اخرى للبلاصة اخرى او لا نعاود نزورو هاد البلاصة اللي غزالة بزاف. خليت لكم الراحة.